دور ال 16 عباقرة المدارس الموسم الخامس، والنتيجة بر العز 60، سان جوزيف لسه ما عندهمش نقط، وحصل في سان جوزيف تغيير، كريم علاء نزل مكان كريم أيمن. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. طبعا نازل وفي ضغط جامد جدا عليك. نعم. النتيجة بعيدة. الآن؟ أكيد طبعا، بس إن شاء الله نعود يعني. بالتوفيق يا كريم. إن شاء الله، شكرا. وحصل في برق العز عندنا تغيير، سامح محمد مكان محمود محمد. ازيك يا سامح؟ الحمد لله تمام. نازل مستريح، معاك 60 نقطة. الحمد لله. جاهز؟ الحمد لله. بالتوفيق. إن شاء الله. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أجزاء. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، قدرات ذهنية. أول اتنين معايا هشام محمد وصابر عبد المقصود، اتفضلوا. هشام وصابر، وأول سؤال في المعلومات العامة بعشر نقط. معلومات عامة، والسؤال هو مدينة إيطالية اسمها العربي على اسم سلاح، فما هي؟ بندقية. صابر مفكرش، إجابة صحيحة. البندقية هي الإجابة الصحيحة. صابر خطف 10 نقط، تبتدي النتيجة 70. بر العز، سان جوزيف ما عندهاش نقط. ودلوقتي أميرة نزلت. يا أميرة نفسي أفهم، منزلينك في رياضة تاني ليه؟ والله مش عارف. كل مرة يعملوا فيكي نفس الحركة. طبعا أنت لازم مستريح صح؟ لكش مشكلة خالص إن شاء الله. رياضة، والسؤال هو ما هو الفريق الفائز بكأس السوبر الألماني لكرة القدم عام 2017؟ بايرن ميونخ. كان عندك إجابة؟ كنت هقول. كنت هتقولي بايرن ميونخ؟ طب كان بيلعب مين؟ دورتموند. لا ده بصي ده مذاكر. كريم، إجابة صحيحة. بايرن ميونخ هي الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة 10. سان جوزيف، برق العز 70. ودلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا. جاهز يا روان؟ إن شاء الله. إزيك يا سامح؟ الحمد لله. أول سؤال ليك. تكنولوجيا، والسؤال هو إلى ماذا يرمز اختصار OOP في البرمجة، والذي ينتهي بـ Oriented Programming؟ الـ O الأولانية إيه؟ أوفيس. أوفيس. أوفيس بعشر نقط، إجابة خاطئة. روان، الـ O إيه؟ هي تخمينة. تفضلي. Operating، يعني Operating Oriented Programming. فكرتي، برافو عليكي، بس للأسف إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة Object Oriented Programming. دلوقتي عندنا السؤال الأخير، واحد لواحد في القدرات الذهنية. وصلت مي وفرحة وروح رياضية، تمام. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 16 زائد 17 زائد 18 زائد 20 على 20 ناقص 18 ناقص 17 ناقص 16 يساوي كام؟ واحد. يا مي، إجابة صحيحة. واحد هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا مي. السؤال الحقيقة كان سؤال سهل، اللي كان هيركز فيه هيقدر يطلع بالإجابة في ثانية. برافو عليك يا مي، هارد لك يا فرحة. أنا دوست بس ما لحقتش. عقبال ما لقطيه كانت مي خطفت البس. هارد لك. برافو عليك. دلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا الثمانية بأربعين نقطة، وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو ما هو الطائر الرسمي لدولة نيوزيلندا؟ الطائر الرسمي
لدولة نيوزيلندا. كريم إجابتك؟ النسر. تخمينة ولا إجابة؟ تخمينة. تخمينة. كريم إجابة خاطئة. سامح خطف البازر من صابر. إجابتك يا سامح؟ السمان. السمان. أنت جعان يا سامح. شكلك كده جعان. السمان دي بصراحة إجابة مضحكة. الإجابة الصحيحة طائر الكيوي. قدامكم على الشاشة. أحلى حاجة إن الطائر ده ما بيطيرش. هي دي أجمل حاجة. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في الرياضة. والسؤال هو: ما هي أول دولة أوروبية فازت بكأس العالم لكرة القدم؟ خلاص خلاص، هي يعني لما تخبط أربع مرات مفيش حاجة هتحصل، هي مرة واحدة. إجابتك؟ إيطاليا 1934. صح، إيطاليا 1934 بعشر نقط. إجابة صحيحة. إيطاليا هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 20 سان جوزيف، برق العز 80. ودلوقتي السؤال الثالث في التكنولوجيا، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لشركة التطبيق تيليجرام؟ سامح إجابتك؟ إنجلترا، عشان اسمها تيليجرام صح؟ فاسم انجليزي فانت قلت انجلترا. برافو عليك يا سامح، فكرت. اجابه خاطئه. اجابه ايه؟ خاطئه. اجابه خاطئه. انجلترا طلعت بره. فرحه اجابتك؟ المانيا. المانيا. اشمعنى المانيا فرحه؟ حسنها. اشمعنى؟ تخمينه. يعني ليه مش فرنسا؟ ليه مش سويسرا؟ عارفة ليه؟ ليه؟ عشان ألمانيا. إجابة صحيحة. ألمانيا هي الإجابة الصحيحة. برافو فرحة. وبكده النتيجة 30 سان جوزيف، برق العز 80. ودلوقتي عندنا السؤال الأخير في الفقرة، قدرات ذهنية. والسؤال هو: ما هو الرقم التالي؟ 18 20 24 32. هشام إجابتك؟ 40. إجابة خاطئة. أميرة إجابتك؟ 48. 48 يا أميرة، إجابة صحيحة. 48 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أميرة. وبكده النتيجة 90 برق العز، سان جوزيف 30. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 300,000 جنيه، يبقى الرصيد لحد دلوقتي 600,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.